أكد كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه تقرر سفر بعثة الفريق المتجهة إلى السعودية بطائرة خاصة، وذلك استعدادا لمواجهة منتخب أندية المحترفين السعودي والمحدد لها في 2 فبراير المقبل. وأوضح كابتن سيد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني للفريق قرر العودة بعد انتهاء المباراة من السعودية إلى مطار برج العرب مباشرة، نظرا لارتباط الفريق بأداء مباراة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري العام. ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الجولة 21 والمحدد له الثلاثاء المقبل، بينما سيعود من السعودية لمطار برج العرب مباشرة استعدادا لمواجهة الاتحاد. حصل رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي على راحة لمدة 2 لإنهاء إجراءات الحصول على تأشيرة ألمانيا. ويسعى اللاعب لإنهاء إجراءات السفر في أقرب وقت ممكن للخضوع لفحص طبي في ألمانيا يتحدد على أثره فترة العلاج والتأهيل المناسبة له بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا بمزق في العضلة الضامة. وكانت لجنة الكرة بالنادي الأهلي قد وافقت على سفر اللاعب لتلقي العلاج في ألمانيا بعد طلب اللاعب والجهاز الطبي، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخرا. وصل خماسي الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي سعد الدين سمير وكريم ندفد وأحمد حمدي ومروان محسن وأحمد فتحي تدريباتهم التأهيلية في صالة الجيم على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الأحد بملعب مختار التتش بالجزيرة. ويعاني أحمد حمدي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية خلال مشاركته في المران الجماعي يوم الاثنين الماضي، بينما يعاني مروان محسن من التواء في الكاحل، بينما اشتكى كريم ندفد من الإجهاد. ويجرى سعد سمير أشعة على العضلة الخلفية بعد شكواه من ثقل فيها، في حين غاب أحمد فتحي بسبب إصابته في العضلة الأمامية. وصل الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي تدريبات اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته غدا الاثنين قبل السفر إلى الإسكندرية لخوض اللقاء. عشان نعرف تفاصيل أكثر معنا على الهاتف زميلنا كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي من مران النادي الأهلي بالجزيرة. مساء الخير يا كريم. تحياتي ليك زميلي محمد وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي. ايه اخر استعدادات النادي الاهلي، اخباره في استعداداته لمواجهه الاسماعيلي؟ يمكن النادي الاهلي بيستعد بكل قوه كالعاده. مباراه الاهلي والاسماعيلي الجوله 21 ان شاء الله تقام في استاد برج العرب. النادي الاهلي في تركيز كبير جدا، كل اللعيبه والجهاز الفني مباراه ليها قيمه كبيره جدا عند كل جماهير النادي الاهلي، وايضا بالنسبه لحسابات جدول الدوري. ان شاء الله في البدايه نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وان يحقق 3 نقاط هامين جدا 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 في مشواره نحو الحفاظ على بطوله لقب الدوري العام. كعاده الكابتن حسام البدري بدا المران اليوم في الساعة 3 عصرا محاضرة فنية من الكابتن حسام البدري، كان فيها جانب تحفيز كبير للاعبين على أهمية التركيز خلال المباراة، إحراز الأهداف، إحراز الفرص، استغلال كافة الفرص اللي هتتواجد في هذه المباراة. ومن خلال متابعتنا في المران بأكد لك إن كل اللعيبة في حالة بدنية، في حالة معنوية جيدة جدا، وعندهم تركيز كبير إن شاء الله أن يعودوا 3 نقاط هامين جدا من استاد برج العرب. ثم بعد كده يمكن بدأ التدريب كعادته في بعض الجري الخفيف حول الملعب، فقرات تدريبيه للاعبين، لكن كان في جزء مخصص لكل اللاعبين ايمن اشرف وعبد الله السعيد، محمد هاني، علي معلول، وليد سليمان. جانب تكتيكي كان بيحاول كابتن حسام ان هو يحفظ بلغه الكوره بعض الجمل التكتيكيه للاعبين بيأدي فيها. وليد سليمان كان على بشكل كبير جدا، وليد ازارو النهارده كان ظاهر بشكل متالق جدا، كمان بجانب التدريب الخاص باللاعبين. غياب الكابتن طارق سليمان اليوم عن التدريب، طبعا في البدايه اكيد بنتقدم بخالص العزاء للكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى لوفاه يمكن شقيقه، ومش متواجد طبعا اليوم في المران، لكن النهارده كان يعني اللي يقدر نقول بيشرف على المران، قالوا النهارده كان بيقود المران شريف اكرامي، كان النهارده هو اللي بيقود علي لطفي والشناوي ورمضان مصطفى في مران،
كان قوي جدا، على امل ان شاء الله ان يكون متواجد غدا ان شاء الله كابتن طارق سليمان في المران. كابتن حسام البدري الاوقف التمرين اكثر من مره، زي ما بقول لك في حاله من التركيز كبيره جدا، حذر بعض اللاعبين من عدم التدخل القوي. اللعيبه طبعا النادي الاهلي فاقدين احنا عدد كبير من اللعيبه المصابه، كما ذكرت زميلي محمد بيتاكد غياب كريم ندد واحمد فتحي وسعد سمير عن مباراه الاسماعيلي. تاكدنا من طبيب النادي الاهلي خالد محمود التفضيل، يمكن طبعا ثلاث لعيبه هيكونوا مش متواجدين في المباراه او في القائمه، لكن ان شاء الله على كريم. عايز اسالك عن حاله محمد نجيب، هل شارك بشكل طبيعي اليوم؟ بأكيد، يمكن لسه كنت اقول لك على محمد نجيب، امس كان بيشارك في اول يوم ليه بعد العوده من الاصابه، النهارده اليوم الثاني على التوالي مركز بشكل كبير، بيأدي تدريبات على اكمل وجه، النهارده دخل التدريبات الجماعيه وتدريبات الكره بشكل مميز، ويعني بنسبه كبيره ان شاء الله نجيب يكون متواجد في المباراه او يكون كمان في القائمه الخاصه بمباراه الاهلي والاسماعيلي. يمكن خمس لعيبه اللي احنا قلنا عليهم طبعا اللي هم بجانب احمد حمدي ومروان محسن كريم ندبد سعد سمير احمد فتحي، كل دول طبعا هيكونوا غايبين عن المباراه القادمه للنادي الاهلي، لكن احنا متعودين النادي الاهلي عنده كل اللعيبه، مفيش لعيب اساسي ولعيب احتياطي، ان شاء الله كل اللعيبه تكون موفقه في مباراه الاسماعيلي غدا. يمكن كابتن حسام البدري كان اصدر قرار ان مش هيبقى في تمرين في ملعب مختار اتش، التدريب هيكون في الاسكندريه، اللعيبه هتغادر غدا في الساعه 11 صباحا من مقر النادي الاهلي بالجزيره على ان يتدرب فريق النادي الاهلي الساعه 5 يوم الاثنين في الملعب الفرعي لبرج العرب، على ان يكون التدريب الاخير للنادي الاهلي قبل مباراه الاهلي والاسماعيلي. الامور ماشيه بشكل طيب، اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا، وننتظر ان شاء الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي زميلي محمد في مباراه الاهلي والاسماعيلي. زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. نذهب الى اخبار قطاع الناشئين. قال الكابتن عماد انور المدير الاداري بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي ان القطاع حرص على اجراء عمليات معالجه فوريه لارضيات ملاعب تدريبات الناشئين بفرع النادي بمدينه نصر، واضاف ان سوء الاحوال الجويه خلال الايام الاخيره اثر جزئيا على كفاءه ارضيات ملاعب التدريب مما يهدد سلامه اللاعبين في حاله التدريب عليها دون معالجه، واكد ان قرار الغاء مباراتين وديتين لفرق الناشئين اليوم الاحد هدفه الاساسي الحفاظ على سلامه اللاعبين. صرح الكابتن مدحت طه اسماعيل المدير الفني لفريق شباب الاهلي مواليد 97 ان النادي الاهلي لا يقف امام مصلحه اللاعبين الشباب، لذلك تمت الموافقه الفوريه على اعاره فادي فريد مهاجم فريق 97 الى نادي النصر العماني حتى نهايه الموسم. واضاف مدرب شباب الاهلي ان فادي فريد مهاجم مميز وفريق 97 لن يتاثر برحيله، خاصه في ظل وجود حسام عادل الذي انتقل إلى الأهلي قادما من الاتصالات منذ عامين ويقدم أداء جيد مع الفريق. وأوضح كابتن مدحت طه إسماعيل أنه يمكنه أيضا أن يعتمد على هشام شعبان في مركز رأس الحربة، رغم الأخير اعتياده على اللعب في الفترة الأخيرة بمركز اللاعب المتأخر تحت المهاجم. غادر فريق ناشئي النادي الاهلي لكرة القدم مواليد 99 اليوم الاحد الى السويس استعدادا لمواجهة فريق المصري غدا الاثنين ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الجمهورية. وكان اهلي 99 قد حقق الفوز على فريق الاسماعيلي بهدف دون مقابل يوم الجمعة الماضي في المباراة المؤجلة من الجولة 9 بطولة الجمهورية، ويحتل الأهلي 99 المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الجمهورية برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن إمتي المتصدر ب 34 نقطة. هنكمل مع حضراتكم أخبارنا، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. هي فكرة وجمعتنا أساسها الإيمان.